الأنشطة اللي توقفت بسبب القصف. في نحن عندنا مشروع الطفل الرياضي السوري تقريبا وقف بحدود 70 أو 80%. مراكز كرة القدم وقفت نهائيا لأن هي على سطح الأرض. نقلناها فترة للصالات، وبعد ما بلشوا الصواريخ الارتجاجية حتى الصالات وقفناها. تعرضوا صالاتنا للقصف، صالة التايكوندو كان في عنا شهداء، صالة ووشو كونفو تعرضت للقصف وصار في عنا شهداء، صالة الملاكمة نفس الأمر. فبحدود تقريبا 90% أنشطتنا العامة توقفت. وبالنسبة للخسائر البشرية، خسرنا نحن عدد من المدربين وعدد كتير كبير من الرياضيين الجدد اللي هن عن القواعد العمرية الجديدة التأسيسية، وبالإضافة لبعض الإصابات الشديدة. في هلا نحن عنا حاليا بعض الأنشطة التي ما زالت مستمرة. في عنا بصالة التايكوندو مستمرة الرياضة، مدرب محمود برادعي من المدربين النشطاء جدا، مستمر في الصالة، طبعا نقل النشاط لصالة تانية ومستمر مع طلابه. في عنا مركز تاني للوشو كونفو مستمر مع المدرب أحمد مستو، أيضا كمان مستمر مع فئته العمرية الجديدة. وقريبا إن شاء الله رح نرجع نفعل صالة الملاكمة ورح نستمر بالتمارين.